تشغل مسألة البحث عن الأسباب الحقيقية التي تدفع بعض الشباب للانتماء لتنظيم داعش الإرهابي تشغل عددا من الباحثين والمراقبين للتنظيمات الإرهابية وأنشطتها. وثمة دراسات أشارت إلى الآليات التي يستخدمها التنظيم في تجنيد الشباب وإلى الأسباب التي تدفع الشباب إلى الانضواء تحت لواء التنظيم المتطرف. في تقرير الزميلة منى عواد نستطلع بعض استراتيجيات داعش لاستقطاب الشباب. التغرير بالشباب واستقطابهم من قبل داعش للانضواء في صفوفه يقوم بالأساس على استراتيجيات نفسية، حيث أكدت دراسات أن تغرير التنظيم بالنشأ لا يعتمد على العوامل الدينية بل النفسية. وأشارت الدراسة التي قدمتها صحيفة الحياة إلى بعض الاستراتيجيات ذات الأبعاد النفسية التي يستخدمها داعش في الاستقطاب، ومنها استغلال التنظيم لحاجة الإنسان إلى وجود هدف ومعنى في حياته. ويسعى داعش إلى ملء هذا الفراغ، فيقدم المكافآت لمن ينتمي إليه، ويوهمهم بأنهم النخبة المميزة التي تسعى لتحقيق هدف سام يتمثل في القتال وتحقيق دولة الخلافة المزعومة. كما يستخدم داعش أسلوب إثارة روح الغضب في أوساط الشباب ودفعهم للانتقام، ويستغل المتطرفون حاجة الشباب للتصنيف بتوفير هوية للفرد تميزه عن الآخرين، فيوهمون الشباب بانتمائهم إلى كيان له أفكاره وأهدافه الواضحة. كما أشارت الدراسة إلى استراتيجية أخرى تتمثل في الطاعة العمياء التي يستخدمها المتطرفون لاستقطاب الشباب، وذلك بالاعتماد على طمس شخصيتهم وإدخالهم في نمط الالتزام بأفكار الجماعة، وهو ما يقود إلى الحاجة للانتماء، حيث يحاول داعش إشباعها من خلال إتاحة الفرصة للشباب للانتماء إلى كيان أو جماعة. ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يتوقون للإشباع المعرفي بشكل كبير يحملون أفكارا متطرفة يصاحبها ازدراء للأشخاص الذين لا يشاركونهم في أفكارهم، ومن هنا يأتي المتطرفون لتوفير أجوبة قطعية مباشرة لجميع تساؤلات الشباب وإيهامهم بتقديم حلول سريعة لمشكلاتهم. حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من تونس الدكتور علي علاني الخبير في الجماعات المتشددة. مرحبا بك معنا دكتور علي. إذا كما تبعنا في التقرير قبل قليل، يعتمد تنظيم داعش واعتمد بشكل كبير على العوامل النفسية التي لعب عليها للتغرير بالشباب، وخاصة هذه الفئة العمرية من الشباب، فئة الشباب، وبالتالي تجنيدهم في صفوفه من أماكن ودول عدة حول العالم. هذه الاستراتيجية برأيك ومن خلال متابعتك المتعمقة للتنظيمات المتشددة وعلى رأسها داعش، هل ما زالت تؤتي نتيجة؟ هل هي ناجعة حتى الآن أم أن الموضوع اختلف عن ذي قبل؟ مساء الخير. في الحقيقة أعتقد أن مسألة مساء النور. استقطاب أو مزيد استقطاب الشباب إلى داعش هذه تتوقف فقط على الإطار، تتوقف على الظرفية، تتوقف على الخطاب السياسي والخطاب الديني السائد. هل هو خطاب ديني يستطيع أن يقنع هذه الفئة من الشباب المغرر بهم، أم هو خطاب ما زال يحمل اللغة الخشبية؟ نحن وأنتم تعرضون التقرير مر أمامي الأدبيات التي كانت تدرس في الستينات وفي السبعينات للتيارات الإسلام السياسي. هذا الشاب الذي يحس أنه يعني له شعور أقوى من الآخرين بانتمائه للجماعة، هذه يسميها سيد قطب بالاستعلاء، أي أنه يحس أنه مستعلي على الآخرين الذين لم يدخلوا إلى الدين الحق حسب رأيهم. وحتى مسألة الجماعة هذه أيضا تعود إلى هذه الجذور الأولى لتيار الإسلام السياسي، ويستعملون لذلك عدة أحاديث في الفترات الستينات والسبعينات، هي نفس الأحاديث الآن التي تستعملها داعش والقاعدة لدمغجة. دكتور علي، ما قصدته أن يعني داعش حاليا يمنى بخسائر عديدة، حتى لهجة الخطاب التي تحدثت عنها بداية اختلفت سواء من البغدادي أو غيره من القادة في تنظيم داعش. اعتمد بشكل كبير هذا التنظيم على التجنيد على العامل النفسي لدى فئة الشباب. ما سألتك عن هل ما زال هذا الموضوع يؤتي نتائج كما كان يعني قبل فترة زمنية يمنى بها التنظيم بخسائر كبيرة؟ لا أعتقد أن هذه العوامل النفسية سوف تكون مؤثرة في المستقبل. السبب الأول هو أن داعش خسرت على الأرض، أن داعش يعني خسرت على الأرض من حيث المساحة،
خسرت على الأرض من حيث الموارد، يعني البترول وغير ذلك، خسرت على الأرض من حيث عدد المقاتلين. الآن أصبح لداعش نقص المقاتلين، حتى أن بعديد التقارير تقول أنها أجبرت الإداريين الذين يشتغلون عندها والأشخاص الذين يقومون بالأمور الصحية والتطبيب أجبرتهم على حمل السلاح، أي أن هناك نقص حتى في الإقبال على يعني القتال في صفوف داعش. إذن هي الآن تعيش أزمة، وعملية التأثير النفسي التي كانت تمارسها كانت ربما أيضا متناغمة مع ظرفية معينة، الآن أصبحت الظرفية تتغير تماما، وخسارة داعش على مستوى سوريا والعراق هي يومية، وربما أيضا في ليبيا ستمنى، أكيد ستمنى يعني يمنى هذا التنظيم بهزاء، نظرا لأن أكثر الدواعش في ليبيا هم من الأجانب حوالي 80% من جنسيات مختلفة، وهم مجبرون إما على المرور إلى نحو غرب إفريقيا أو يعني التعرض إلى القتل. إذن داعش لا أعتقد أن لها مستقبل كبير، ولا أعتقد أنها ستقبل. قبل أن تفوتنا هذه النقطة دكتور علي، تحدثت عن أنه خسر وبدأ اختلفت أيديولوجيته، الخطابات الأخيرة لمن يراقب تنظيم داعش والتنظيمات المتطرفة، وخاصة الخطاب الأخير للبغدادي، ربما يحمل في طياته تهيئا نفسيا لمقاتليه بأن يستعدوا لخسارات ميدانية ومناطق يحتلها التنظيم. برأيك هل بدأت الخطة بي وهي عدم التواجه مباشرة مع عدو داعش أو من يوجه ضربات لهذا التنظيم، وخاصة في الفترة الأخيرة وفترة التفجيرات في اسطنبول وفي السعودية وفي غيرها من الدول، هل انتقل إلى مرحلة عدم المواجهة وتوجيه الضربات؟ هل رسائله ستكون للخلايا النائمة ربما في عدد من الدول بدلا من المواجهة وفق مراقبتك دكتور علي؟ هو بالتأكيد الآن الخطط القادمة لداعش سوف لن تكون نفس الخطط القديمة، لم تعد هناك الحرب الكلاسيكية المواجهة. داعش كان لها أكثر من 30 ألف مقاتل، وكان لها مقاتلون أجانب وعرب، الآن ستجبر على تغيير استراتيجيتها، أولا بالاعتماد كما قلت على الخلايا النائمة، وثانيا باعتماد أسلوب الذئاب المنفردة. بالنسبة إلى أسلوب الذئاب المنفرد هذا لا يستوجب يعني عدد كبير، ربما يستوجب نوع من التحضير النفسي للذين يقومون بعمليات انتحارية، ولهذا أعتقد أن أوروبا وأمريكا والعالم العربي الآن يعون ذلك، بدأ يفكر في كيف يمكن التصدي لهذا الأسلوب الجديد وهو أسلوب الذئاب المنفردة. وأعتقد أن هذا الأسلوب ليس حكرا على داعش، القاعدة استعملته في العديد من المناسبات، وبالتالي أكيد أن هناك خطط مضادة ستتم في المستقبل لحصر تأثير هذه العمليات الإرهابية. أشكرك جزيل الشكر الدكتور علي علاني الخبير في الجماعات المتشددة، متحدثا إلينا عبر الهاتف من تونس.